اهلا بكم من جديد في هذا الجزء الاخير من الحوار. يعني كما ذكرت لحضراتكم هو وثيقة سياسية ووثيقة تاريخية، اعتقد ان احنا هنفهم من خلالها اشياء كتيرة جدا فيما يخص قطر وما تفعله في المنطقة. معالي الوزير، قطر مساحة لا بأس بها من التجربة سواء العمل السياسي أو الثقافي مع حضرتك. بدأت إزاي العلاقة؟ هو الحقيقة هي طويلة شوية وفيها يعني تدخلات مهمة، إنما أنا أحاول ألخص لسيادتك إنه يعني قطر من البداية كان في يعني أنت عارف إيه بصين علينا كفاعل للعمل الثقافي في مصر. هما كان عندهم طموح كبير جدا وانا كنت معجب بيه بصراحة، لانهم بطموحهم الثقافي الثقافي، فكان ساعتها مش باين خلفيات اخرى، انما باين ان ناس عايزة تعمل تبني كيان ثقافي كبير. يعني عايزة، عارفين ان التواجد على الساحة الدولية هو تواجد ثقافي، مصانع الناس كلها عندها مصانع، طرق الناس عندها طرق، اي حاجة، انما الثقافة ده التصنيع العظيم اللي بيصل تحمله الموجات الهوائية الى لا مدى. هم ادركوا ده وانا انبسطت من طريقة تفكيرهم يعني الحقيقة. فانا يعني كانوا يعني في دعوات، الامير الشيخ موزة كانوا بيدعوني يعني. فأول مرة رحت أنا كنت رايح مدعو من الوزير والثقافة هناك، وكان اسمه الشيخ سعود التاني، وبس كانت أنا رايح عايز يعمل لي معرض هناك، عايزين يعملوا يبدأوا النشاط. قالوا نبدأ. ده كان في حدود سنة كام يا فندم؟ والله ده كان سنة تقول مثلا 2000 2001. فرحت، فانا الجدول بتاعي معروف، هقابل الامير، ده بروتوكول دايما في الخليج يعني، هقابل الامير وكده. كنت قابلت قبل كده ابوه زمان يعني، كانت زياره كده، الشيخ خليفه. وقال لي يعني انا ما يعني ما كملتش دراسه وكنت وزير عدل ووزير تعليم يعني، لكن كراجل طيب مناصب هناك بتاخد بالشبه تقريبا يعني. المهم فبعد كده لما رحت المعرض ده، فانا لقيت يعني ابن عمهم قال لي ان الشيخة موزة عايزة تشوفك. انا كنت اسمع عنها، فقلت له قوي بس مش في البرنامج. قال لي لا دي هي سمعت وقالت لا يجي وبتاع، وحتى عندها مقابلات، وكان فعلا عندها وزير ثقافة مش عارف المجر ولا ايه حاجة كده من الدول دي، فسابته وقعدنا سوا نتكلم. انا الحقيقة انبسطت من طريقة تفكيرها، وانبسطت من مكتبها البسيط اللي مليء بقطع فنية راقية جدا، نحت ولوحات. وقالت لي انا بعمل مشروع اسمه الاكاديمية، انا يهمني ان انت تشوفه وتقول لي رأيك بالتليفون. فانا قلت لها لا اوكي لا. فانا رحت وشفت الاكاديمية دي، تعرف اليوتوبيا لما يكون حد عايز يعمل شيء، مدينة الفاضلة بتاعت افلاطون، من المدرسة للجامعة في مساحات شاسعة جدا. انا انبسطت من ايه؟ من البرفكشن في كل حاجه. حقيقي كل موجودين اجانب مش قطريين، لكن في المدرسه بقى الابتدائي ازاي كل منطقه لها لون ونظيفه جدا، والاكل الولاد بتروح تاكل ازاي. يعني انا شفت نظام انا بحلم بيه بصراحه في عمليه التربيه، تربيه الانسان. فانا خدت فكره كده ان يعني تربية الإنسان هو أساس الدولة اللي هيحميها ويحافظ عليها، مش هيخرب فيها، مش هيطلع يعني إرهابي ولا كلام من ده، من التربية من صغير الانتماء يعني.
خلاص. وبعد كده جاء هو هنا بعد كده الأمير، فقعد يكلمني يعني في ان احنا عايزينك وبتاع وكلام، قلت له انا وزير ثقافة مصر وكده. المهم يعني فكنت راكب جنبه في العربية، استلفت نظري حاجتين. الحاجة الأولى انه قال لي والله يا اخ فاروق احنا عندنا فلوس مش عارفين نعمل بيها ايه، كلمة دي كده قالها بالظبط. فانا قلت له اسمه الأمير، ما هنا استثمارات، هنا تعملوا استثمارات، هنا هتبقى وتبقى يعني عظيمة، ومصر جاهزة للاستثمار في دولة لم تستثمر بعد، الحياة اللي استثمرت فيها قشور، أما أنت هتيجي هتخش في حاجات رهيبة. وأنا أقول لك بتجربتي على المساحة 1,000,000 كيلومتر مربع اللي أنا عشتها، وأقول لك دي ميزاتها ودي كذا ودي كذا. قال لي طب والله نفكر في ده. كنا مارين جنب الإيه؟ جنب قصر البارون. قصر البارون. فقال لي والله اخ فاروق احنا عايزين نشتري القصر ده، وانتوا تعملوا انتوا تنفذوا الترميم بتاعه. وانا عايز اهديه لزوجتي. هديه. من بدري قوي الحكايه. فقلت له والله اسمه الامير، اصل ده اثر وما اعرفش الموضوع. قال لي انتوا رمموه. واحنا هندفع الفلوس بتاعت الترميم اللي هيتكلف. انا بيني وبينك برضه حصل لي نوع من ايه الفلوس كتير بس مش للدرجه دي يعني. انه رمى لا انه يشتري قصر البارون، لكن كان لازم اقول للرئيس. فانا قلت للرئيس يا رئيس ده انا الشيخ حمد قال لي كذا كذا كذا. قال لي لا بص ابعد عن الموضوع ده، مش هنقدر، لو اخده هيبني ورا ومش هنقدر نقول له لا، فمفيش ده اقفل عليه. فسألني قلت له لا ده في حكاية وحكايات كتير قوي ورا الموضوع ده. بس فوقف الحكاية. وقف بعد كده. ده أول حاجة أنت قلت لي في حاجتين لفتوا انتباهك، إنه قال لك في فلوس كتير مش عارفين نعمل بيها حاجة. أيوه. وتاني حاجة اللي هو القصر اللي بتاع بعد كده بعد فترة يعني رحت كذا مرة بقى يزوني ونشوف حاجات بتاع، فلقيته مرة بيكلمني يوم جمعة، يا أخ فاروق احنا عايزينك معانا. معانا ايه يا اسمه الامير؟ قال لي احنا بنعمل هيئه متاحف قطر. وعندنا يعني عندنا روتشيلد، وعندنا مدير متحف التيت، وعندنا مدير متحف الموما، وعندنا 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 كلهم اجانب، واحنا عايزينك انت بس معانا في تبقى الممثل العربي. انا العربي الوحيد معاهم، وبيعملوا هيئة متاحف قطر مرصود لها. فانا قلت له والله اسمه الامير يعني انا ما عنديش اي مانع، بس ده قرار الرئيس مش قراري يعني. قال لي انا اكلم الرئيس. فهو كلم الرئيس، فالرئيس وافق. كلمني الرئيس بعدها قال لي يا فاروق انت كلمت؟ قلت له ايوه يا سياده الرئيس. وقال كذا. قال لي ايوه ما هو كلمني. قلت له انت عايز منه ايه؟ ده وزير. قال له ده هنشوفه مرتين ثلاثه في السنه، وهيبقى يعني برضو حد من هنا عنده خبرة وبتاع هيجي يساعدنا في الموضوع ده. قال لي وانا وافقت له. قلت له طيب اللي تشوفه يا ريس. خلاص. فالحقيقة اللي حصل ان لقينا بقى طلع قرار في الجورنال الرسمي بتاعهم واسمي موجود فيه البورد في تراستيز وكده وكلام بالشكل ده. طبعا انا رحت في البورد في تراستيز وقينا نتكلم، كانوا هم بيتكلموا عن المتحف الاسلامي الاول وفي متاحف اخرى يعني. فالحقيقه كانت متعه انك انت تتكلم في شيء جديد، وبعدين خصوصا المعماري باي ده اهم معماري في العالم كان في الوقت ده، اللي هو عامل هرم اللوفر مودرن ده، فعمل متحف يعني خرافي شفناه يعني على التصميمات بتاعته، وباي باي يعني في الاخر. فكنا بقى بنتكلم ونتناقش وايه اللي تعمله وايه اللي ما تعملش وازاي ومنين وتعمله ازاي، خلوا المسائل دي كلها يعني. فانا قمت بالمهمه وخلاص. فجم في الاخر لقيتهم استغربت يعني مثلا حوالي كم شهر او قد ايه؟ سنه. فبعد كده هم لقيت حد بيكلمني من مكتب الامير، عايزين بس رقم الحساب بتاعك. ليه؟ قال لي لا اصل الاعضاء لهم مبلغ. قلت له لا ما اخدش مبلغ. ازاي ده كلهم بياخدوا؟ معلش ده نص مليون دولار. لا 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 انا ما اخدش الموضوع ده.
أم هي في الآخر رجع تاني يكلمني، بس يعني ده كلهم خدوا، ده يعني ده روتشيلد ده اللي يشترينا أخد تفاوض على 6000 دولار كمان. قلت له أنا ما أخدش، أنا وزير وما أقدرش أخد من ده. بس مهم تن البتاع، فقلت له بس ابعتوا لي ان انا يعني شكر وانا مخلص وانه اديت مهمه كذا وبنشكرك عليها. بس كده. فهو حصل الحقيقه. طبعا الموضوع في حد ذاته كان يعني مغري للخيال والفكر والكلام ده، انا اتخلقت لده، لكن مهم يعني تن العلاقات موجودة، بروح كل فترة يدعوني. بس عرفت حكاية الشيك دي كانت مسار يعني موقف مع الرئيس السابق وزوجته. ده حصل حصل حكاية برضه يوم جمعة كده، انا قاعد لقيت حرم الرئيس كلمت لي، انا فاروق ايه حكاية متاحف قطر دي؟ قلت لها ما ده الرئيس الوافد ده كذا 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 كذا. قالت له بيدوكوا فلوس؟ قلت لها هم بيدوا بس انا ما باخدش. قالت لي تلاقي كلهم بياخدوا. قلت لها بس انا ما باخدش. خلاص كويس. ده التليفون الاولاني الساعه 7 بالليل لقيت سياده الرئيس برضه يكلمني، ايه يا فرح حكايه قطر؟ قلت له انت يا رئيس اللي قلت وكلمتني. قلت لها بيدوكوا فلوس؟ لقيت نفس ال... قلت له هو بيدوا بس انا ما اخدش. قال لي ما اخدش ليه؟ قلت له انا راجل وزير يا فندم، باخد ايه تاني؟ ما اقدرش. فانا سبت كده. طبعا عايز اقول لك حاجه، انا يعني انهم شافوا ان انا ماليش معاهم فلوس كتير، بس انا ماليش في الحكايه دي، محدش يشتريني يعني ما يقدرش. لدرجه مجموعه من اللوحات كانوا عايزينهم انا يعني ايه عندي في الفتره دي. بعد كده انا ما فيش. بس هو الموقف بتاع قطر ده بعد كده سمع بعد 25 يناير مش كده؟ سمع رفضك للفلوس دي. اللي هو طبعا انا بعد ما جم الاخوان انا سافرت الامارات الحقيقه. فهم يعني ايه عرفوا ان انا في الامارات. المهم انا كنت في زياره في روما وقعد في حته في كافيه في بياتزا ديل بوبولو ميدان الشعب، وفي قهوه شهيره جدا اسمها روزاتي. وقمت اجيب حاجه ورجعت تاني، فلقيت قدامي ناس كتير، ما كانش فيه ناس، لكن لقيت الشيخه المياسه بنته، بنت رائعه الحقيقه، هايله مخ ورؤيه وكده يعني. فلقيتها واقفه عماله تشاور كده، قلت لها يا شيخه ما تيجي تعالي. قالت لا سمو الامير قاعد ورا وعايزك. كان قاعد ورا بقى كده، فانا بصيت لقيته خاسس جدا سمو الامير، مالك خاسس كده وبتاع كلام ده. المهم يعني راجع يقول لي اسمع بقى. كان الفترة دي لسه هو ولا كان لسه هو؟ كان لسه هو. لأن هو في نهاية 2013 كان ساب ال ما هو قال لي قال لي بص بقى احنا كنا عايزينك من أيام مبارك لكن ما قدرناش. دلوقتي أنت حر. احنا عايزينك أنت أولا مش عارفين نجيبك إزاي، مش لاقيين نمرك. ف يعني عندنا فلوس كتير جدا تاني وحاجات مشاريع ضخمة جدا. احنا عايزينك هتفيدنا، هنستفيد منك وهتفيدك. قلت له ان شاء الله ان شاء الله وبتاع وكلام بالشكل ده. المهم يعني ده كان ايام الاخوان. يعني انا طبعا خلاص طمنت لحد بعد كده. جالي يعني تليفون منهم، ايه انت مش سمو الامير كان طلب منك تيجي وبتاع؟ قلت له طب انا مسافر باريس. وكان كان مشي بقى له شهرين كده. مشي وكان الاخوان مشوا. لا كان لسه. فالمهم فكلموني قلت لهم والله انا رايح باريس لكن ما فيش مانع ان اعدي عليكم ليله او ليلتين بالكتير واطلع من عندكم على باريس. قالوا لي خلاص. المهم رحت وكانت دعياني الشيخة المياسة جوزها وزير، هي بنته اللي ماسكة الثقافة وهيئة متاحف قطر. ودي بنته وبنت الشيخ موسى. مش من زوجة تانية. وهي رئيسة هيئة متاحف، وده حاجة مهولة يعني. وعزمتني على الفطار وكده، وكان انت بقى لا انت تجينا بقى. احنا انت ما فيه وانت مش بتعمل حاجة،
اللي انت عايزه، الناس اللي عايز تجيبها هاتها، المكان اللي تحب تسكن فيه احنا تحت امرك فيه وكده. انا طبعا يعني بشوف ان رقم واحد انا ما احبش ازنق حد، اتزانق يعني. ففي حد انا شايف ان انا يعني هو حاسس ان انا ممكن ازنقه، فانا الحقيقه يعني في ذهني ان دي اخر حاجه هقبلها. فقالت لي امي عايزه تشوفك، قلت لها انا من زمان ما شفتهاش. رحت لها تاني يوم، القصر بتاعها بعد الفطار، كانت عامله خيمه عظيمه جدا وقاعده تتفرج على يعني شاشه ضخمه جدا. الجزيره. طبيعي. انا قلت لها بتتفرجي على ايه؟ قالت على الاخبار. قلت لها دي اخبار؟ ده كله كده. قالت لي بيكذبوا ليه؟ قلت لها انا اقول لك، انا جاي من هنا، انا اقول لك جاي من مصر. انا اقول لك الحقيقه. قالت لي طب كده؟ قلت لها الامريكان. قالت لي الله، هم الامريكان عايزين ايه يعني؟ قلت لها الامريكان عايزين ايه؟ قلت لها الامريكان بقالك قد ايه في الحكم؟ مش عارفه الامريكان دول عايزينكم، عايزين فلوسكم، عايزين منطقه. قالت لي لا ما اقدرش، مش عارف كلام من كده يعني. المهم الانطباع بتاع حضرتك عنها في اول مره شفتها مبكرا اتغير في المره الاخيره ولا؟ بس انا كنت شايف يعني ان هي يعني في، انا كان كل همي حاجتين، ان انا اصلح العلاقه بين مصر وقطر للاستثمار. لان دي ناس عندها فلوس وعايزه تستثمر ومصر محتاجه ده، فكان كل همي ان انا اصلح. انا كنت عارف ان في جف بينها وبين السيد السلطان مبارك، فانا كانت عندي مره السيد السلطان مبارك وكان مجموعه ده. فالمهم انا كان قبلها قلت لها يعني، قلت لها يعني هل ده معقول لحضرتك يبقى الناس دول واحنا كده وعايزين وما نعرفش نحتويهم يعني؟ يعني قالت لي لا انا مش عارفه هي في ايه، انا كلهم زي ولادي واخواتي، سواء هي ولا اسماء الاسد ولا هاني عبد الله ولا يعني دول كلهم ولادي واخواتي يعني. لكن هي قلت لها برضه حضرتك الكبيره وتقدري تلمي الموضوع. المهم انتهى الكلام على كده. معلش بس هستوقف حضرتك في الحته دي، لانه في كلام كتير جدا اتقال، واتقال انه في خناقات على الموضه والفساتين وبيوت الازياء العالميه و حاجات كده بينهم يعني. لا الكلام ده شوف ده كلام نسائي. انما انا ما اشوفوش. والله في كتاب كبار يعني سياسيين كبار قال لك انه مصر وقطر اتخانقوا ايام مبارك عشان الكيد اللي بين سوزان وموسى. يعني بص عايز اقول لك يعني حاجة. فانت حضرتك كنت قريب من الاثنين. انا قلت لك بالظبط الحصر. اللي انا بقوله هو ما فيهوش تحريف. وكل همي ان انا اصلح بين الطرفين عشان الاستثمار، عشان الاستثمار في مصر. وعايز اصلحه بجد. انا طبعا أنا مش عايز حاجه منهم يعني. انا عايز انا في موقعي ولي حياتي واسمي وفني ومناش يعني. لو كنت عاوز ده كان من زمان قوي قبل ما بدري الوزاره يعني. انما انا ما مهم. ف طبعا بعد كده انا قلت انتهى اللقاء ده بحكايه ان الامريكان عايزين فلوس. لا هي لما جينا بقى وقلت لها يعني ازاي تعتبريها برضه، قالت لي انت يخلصك انها تيجي مصر ما تديش تليفون ولا انا هنا وبتاع وتمشي تخرج. كانت بتيجي هي وتعمل زيارات ولقاءات من غير ما تبلغهم حتى. فده كان يعني سوزان مبارك واخد على خطرها من ده. فانا قلت لقريبهم ده ابن عمها، قلت له يعني اما بيتكلم كان جاري بعد كده، قلت له يا راجل معقوله يعني هي تيجي وما تتصلش يعني وتقول مش عايزين منها حاجه، انما على الاقل تقول اهلا وسهلا بتاع وكده بالشكل ده وخلاص يعني، عايز تشوفها. بعد فتره بقى كنت مع سوزان مبارك مره ثانيه، قالت لي هي صاحبتك كلمت لما جت وكده. قلت طيب بركه يا جماعه يعني ممكن ايه ده يعمل نوع من انواع، لان انا شايف فلوس رهيبه جدا بيعملوا حاجات وهنا هنا اولى.
وهم هينبسطوا واحنا هننبسط يعني. انت خدها بقى ايه يعني سياسه اقتصاديه. بس دي الفكره اللي عند حضرتك قبل ان تتبدى بقى كل السوءات اللي بعد كده طبعاً. عشان يعني انا طبعا كذا مره بقى قالوا تعالى، وانا لما قابلت موزه برضو بالليل في رمضان قالت لي احنا خلاص انت معانا مش هنسيبك انت كذا وكذا، ترى ان شاء الله ان شاء الله. انا سافرت على باريس، خدت الطياره على باريس تاني يوم، فانا قاعد في مقهى في سان جيرمان ديماغو، فكان قاعد معايا دكتور احمد يوسف ومحمد معايا مساعد بتاعي، فمحمد قال لي الله ده امير قطر جاي عليك اهو. ده اخر لقاء؟ اه ده كان 14 اغسطس 2013 تقريبا مش كده، يوم فض ربع. ايوه يوم فض ربع. اثناء فض ربع. فطبعا هو انا رحبت بيه، يا اهلا اهلا سمو الامير. قال لي امير ايه خلاص ده انا بيقول ازيك يا حمد، قلت له انا وكده يعني. والمهم انا يعني انا الراجل ما عملش معايا اي حاجه وحشه ولا بتاع، لكن كان بيني وبينه مشاعر يعني مشاعر صداقة والتفاهم، لحد ما هو قال لي ايه، قال لي كده مصر ضاعت يا اخ فاروق. كانت رابعة فض رابعة. فانا اتخذت جدا وزعلت جدا، قلت له ايه ضاع ده يا سمو الامير؟ قال لي ما هم الاغلبية. قلت له مين الاغلبية؟ قال لي هم الاغلبية والدنيا. قلت له جزوا على الاخوان. قال لي لما قال لي مصر ضاعت، قلت له ده يعني ايه مصر دي؟ انت عارف دي شجره فروعها في السماء ودورها في باطن ما تضيعش، تضيع الحاجات الصغيره الجديده الدول الصغيره دي تاخدها وتوديها، انما مصر ما تضيعش. قال لي بس هم اغلبيه. قلت له اغلبيه؟ لا سيادتك بتتفرج على الجزيره شاكر جاوي. ورحت قاعد على ده كان اخر لقاء. ده كان اخر لقاء. من مساحه السياسي مش المثقف، تقييمك للدور بقى اللي قطر بتعمله حاليا والموقف بتاع الرباعي العربي منها شوف طبعا المواقف دي يعني انا بعتبر ان قطر لعبه في ايد من هم اكبر منها. ده هي محطوطه لعبه سياسيه كبيره، عنصر من التشيك اللي هو الشطرنج بيتشال ويتحط في اماكن. ودي مساله مش عايزه كلام. قطر دوله صغيره عددهم قليلين جدا، لو قامت اي حرب فتتاكل ببساطه. فلذلك هي بقى عندها قاعده العديد، اكبر قواعد الامريكيه خارج حدود الامريكان وحمايه للمنطقه ليها في المنطقه. طبعا عمليه العضلات فرد العضلات، واحنا لان هم زي ما قلت لك عندهم طموح كبير جدا في الثقافه، انقلب بعد ذلك الى طموح كبير في السياسه، موقع على الخريطه العالميه السياسيه. وده كان الخطا الكبير. ادرك ده مين؟ اللي بيحركوهم، قالوا طب نلعب بيهم اللعبه دي ونشوف المنطقه ازاي نقدر زي ما احنا عايزين نقسم التقسيمات الجديده اللي تتمشى مع المتطلبات الوقت اللي احنا عايشينه. طبعا انا بقول يعني الامير حمد ساب لان شاف ان في ظاهر حاجه هيبقى فيها حاجه كبيره قوي، هو يعني اثر انه يبقى بعيد وانه يبقى في الخارج يقعد ويزور قطر بين وقت والتاني، وابنه شاب يتحمل او المسائل تاخد ما يعرفش نهايتها ازاي. طبعا يعني الشباب له كمان جموحه، فالشاب صغير وابتدى يعني جموحه بقى قوي جدا على اساس انه لا ده خلاص قاب قوسين او ادنى من انه يتسيد ويبقى مسيطر. طبعا حسابات خاطئه، لان برضه المفروض اللي حواليه المستشارين هم اساسا ضده ومعاه، ضده علشان يعني انه لازم يعمل اللي هم عايزينه، ومعاه عشان يقدر ينفذ اللي هم عايزينه. ده كلها لعبه سياسيه كبيره جدا خارج حدود دوله قطر.
ومسؤولية قطر. واللي يعرف إمكانياته ما يعملش ده. إمكانياته طبيعية. إنما هو إمكانيات أخرى اللي مخليها يتصرف التصرف ده. والإمكانيات الأخرى نعرف أمريكا يعني ما تخشش بشكل مباشر. صحيح. تلعب تحرك الأدوات. تحرك الأدوات وهي بعيدة. وممكن تقول لك كلام وتعمل عكسه في الديرة وتقول له معلش أنا هقول كلام كده بس طول الوقت ده لكن هيحصل كده. شوف عايز أقول لك حاجة. الموضوع كمان ما يتخذش قفش ليه؟ لأنك أنت تنك تشتغل سياسة لآخر رمق ما تخشش في مصادمة لان هي مش هتبقى المصادمه معاها هي مع اللي وراها فانت لاجب انك انت تتصادم بيها. وحتى لما تيجي تعمل عليها حظر اعمل ودايما سيب مواربه لمسائل عشان ما يبقاش انت تتهم وتتهم. كلمه تقفل الجزيره غلط. الجزيره يعني قناه سيئه بكل المعايير وقناة يعني مدانة من كل الناس. لكن ما تقولش يعني اقفلوها وإلا تبقى ضد حرية التعبير. دي تؤخذ عليك بالرغم ان دي مش حرية التعبير. ده اتهامات قاصرة وكلام دي تآمر يعني تآمر. ده من ادوات التآمر. انما اللي هناك هيقولك مش هيفهمها كده. هناك هياخدوها حرية التعبير زي في القناة وبتاع وكلام بالشكل ده. يعني انت بتسيب ثغرات يخش منها المنطق الاخر يعني. فهو انا قلت لو قعد شويه بنفس طويل في الاخر الامور ممكن تتلم يعني. هتتلم وهو المفروض تتلم صراحه. لانك اولا لا هتقدر تفتت الخليج ولا هتسمح ان دول اخرى تيجي تخش في الخليج زي تركيا وايران. ده في سياسة في الموضوع. أو رؤية لازم تبقى عميقة ولها أبعاد كبيرة جدا مستقبلا.